أخينا أخينا اصحى يا عم. والله حاسس اني بحلم يا فندم. كنت قاعد مستنيك بس النوم غلبني. مستناني ليه اصلا؟ واحنا مش سايبينكم بتتصافوا هتردوا الباب وراكم وانتوا نازلين؟ الحمد لله ورد صدقتني وما رجعت لمجاريها. طب يا سيدي الف بركه. ايه بقى؟ ما نسنا ليه لغايه دلوقتي؟ طمعان في كرمك يا فندم. اخوك لو روح هيموت. استنيني تحت البيت الف سطور وكازلك. عايزين يقطعوني. واهلها ما بيهزروش وعارفين يغسلوا عارهم بدمي. دم ايه ده المريع ده؟ خرب بيتك! انا لو ما بكحش تراب عمري ما اطلب منك كده. انا ممكن انام في اي ركن. اتكون في اي ركن يا فندم. انا ممكن انام هنا لحد الصبح يبقى كتر الف خيرك يا فندم. طب وانت لما مؤاخذه بتكح تراب ليه يعني يا استاذ؟ انا اللي اعرفه يعني ان انت راجل كسيب وشغال على تاكسي. لا وكمان متشغل مراتك بتخدم في بيت راجل مقتدر في جاردن سيتي. صحيح ورد كانت بتخدم في بيت راجل مسن. زي ما تقول كده مديرة منزل. بس سابت الشغل لما حست ان انا مش راضي عنه. زي ما انت عارف يا فن تاكسي راحت عليه خلاص. وبيأكلنا اليوم بيوم. صدق يا ماهر انت صعبت عليا قوي. ما صعبش عليك غالي يا فندم. قلبك كبير. انت ايه رايك يا عزه؟ معلش يعني معايا برضك صاحبه البيت لازم تبقى مرتاحه ولا ايه؟ حقها يا فندم. عزه اختي ولا تقوله هيمشي. حتى لو هيرضي انا انام في الشارع. جوز ورد يتضايف زيه زيها. كرامه الورد. بتعزك قوي يا عزه يا ماهر. بتعزك زي اخوها بالظبط. القلوب عند بعضيها. عزه اختي. ربنا وحده اللي يعلم.